قام صباح اليوم كل من أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين وأمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة بزيارة إلى الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات بحي قاسي، وذلك بهدف التعرف على كيفية سير العمل بالهيئة الوطنية للامتحانات. الزميلة حليمة سعدية يعقوب رافقت المنين وعدل نازة التقرير. بهدف إيطاء صورة مثلى والوصول إلى نتائج إيجابية في تصحيح أوراق الشهادة الثانوية الدورة الثانية وزيادة قدري لمستوى الشهادة الثانوية التشادية، قام أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار حسين مسار حسين وبرفقته أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة بزيارة إلى الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا، وذلك بهدف التعرف على كيفية سير ومجريات عمليات تصحيح الأوراق لامتحانات الشهادة الثانوية الدورة الثانية. ومن خلال زيارة أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار، تبادل مع مسؤولي لجنة الامتحانات السبل الكفيلة لتحسين معايير تصحيح أوراق الامتحانات لهذا العام. اطلعنا على سير عام أن الأمور، اطمأننا أن الأمور ماشية بصورة جيدة، ويعني صراحة لجنة الامتحانات وإدارة إدارة الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات، يعني صراحة الإخوة في لجنة الامتحانات بذلوا جهد كبير واستطاعوا، عندهم عمل منظم، رأيناهم عندهم عمل منظم وعندهم خطة جيدة، واستطاعوا الآن الامتحانات مرت بسلام، وكذلك لا توجد أي يعني إشكاليات، لا توجد أي عقبات، والحمد لله جلس هناك 17,000 طالب وطالبة. ولذلك نهني مسبقا لأبنائنا وبناتنا الذين نتمنى لهم أن يحالفهم الحظ. من جانبه نائب رئيس لجنة الامتحانات الدورة الثانية فقد أوضح في حديثه حول أهمية هذه الزيارة الميدانية. الأمس يعني في كل أنحاء البلاد انتهت اليوم بسلامة، وما لاحظنا أي مشكلة يعني معينة، والحمد لله اليوم بدأت الأعمال السكرتارية، بدأنا نرتب الأوراق وكذا، يوم السبت إن شاء الله نبدأ التصحيح. وتبقى الإشارة إلى أن مثل هذه الزيارة تدخل في إطار مبادرات الحكومة الرامية في تحقيق التعليم النوعي لأبناء البلاد وضمان مستقبلهم.